السلام عليكم وأهلا بكم في قناة هواة ومحبي طيور الزينة. اليوم راح نسولف عن تجربتنا ويا حمام يا كريم، أو يا مامل يا كريم، فختي فاخت، يعني كل من يسميه بتسميته الخاصة. افتح الباب، هذنا مثل ما تشوفون فخاتي، ما أدري كيفكم، هو كل من يسميه هو هذا قدامكم، عبارة عن فخاتي بس ألوانها مختلفة. أكو ألوانها أبيض، أكو أصفر، أكو مشجر، هيجي ألوانها كل واحد. بس راح نعرف الباب مفتوح وراح نخليهن، وهذا ابنهن فوق أعتقد صورناه ونزلناه. زين والله كبر، صار عنده ذيل. راح نخلي الباب مفتوح. لان هذا اليف، يعني مو بري، ما يشرد. طبعا اليوم من الايام كان الجو صيف، هم اشترينا زوج نفس هذني بالضبط، تقريبا نفس الوانه، وكانوا ياهن افراخ اثنين. هسه هذن جبنا ياهن فرخ واحد، كان وياهن افراخ اثنين. كبرن هذن الافراخ والجو كان حار كلش. يلا ما يخالف، الجو كلش كان حار، فاحنا خليناهن بمكان. اذا شفتوا الفيديوهات القديمة، حديقة كان عندنا وخليناها بيها. كبرن هذن ورجعن بيضن مرة ثانية، وتكاثرن الى ان صار عددهن تقريبا ثمانية أو أكثر. فبقن بالحديقة فترة، وفجأة صار عندهم مرض فطريات، وما لحقت غير على طير واحد. طيتهم علاج لكن ما فاد العلاج به. طبعا الناجي الوحيد كان هو الذكر الوحيد اللي نجى من هذا المرض. فبقى فترة قليلة من الزمن، وأحد أقاربي موصيني، طبعا شايهن عندي بالحديقة، ووصاني عليهن، وصاني على مود أشتري له. فمن رحت اشتريت له، اشتريت له نثية وياي. النثية كانت بيضة باللون الأبيض، هم يعني تزوجين وبيضين وفرخن، وبعد ما كبرن أفراخين بيضن مرة ثانية. وطبعا البيض كان بيه افراخ شاد. يعني بعد فترة صار عندي ظروف، فاضطريت ابيع عنهن وافراخن وبيضاتهن والعش. يعني بوقتها بيعتن الصديق يعني البيضات والعش والافراخ، يعني انطيتن له، بعتن له بسعر زوج واحد. يعني وهذا الفرق قدامكم كلش حلو، إن شاء الله استفاديتوا واستمتعتوا من المقطع. تحياتنا لكم، لا تنسون دعمنا بلايك.